محمد صلاح ورياض محرز صاحبة الأرقام الجماعية والفردية المميزة في الموسم الماضي. هنا في ملعب جوزيبي مياسا أو سان سيرو الكثير من الحكايات عن ديربي ميلان. عشرة من هذه الملاعب بنيت خصيصاً لاستضافة مباريات الحدث الكروي الأكبر. اثنان من أقدم الفرق في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية يخوضان نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام.